قصدت على كلمة مغاربة، وإحنا إذا كنا مغاربة فلنا حقوق وعلينا واجبات، ومن الحقوق اللي كتعطيها لنا بلادنا أنه إحنا خصنا نرجعوا لبلادنا. راه عيبت لراس شهور وإحنا في معاناة لا تنتهي، وش محسينش بينا؟ إذا كان عندكم شي لولاد حسوا بينا، راه كيما عندكم نتوما ولادكم، راه كاين النساء الاف من اللي عندهم ولادهم في الجهه الاخرى من السياج. دوك الولاد راه دابا كاين دخول المدرسه، شكون غيعتني بيهم؟ عفاكم عاونونا بالبارتاج، الله يرحم لكم بها الوالدين. عالقة في مليليا، وكنتمناو من سيدنا يفرجها علينا ويفتح لنا هذا الباب باش نخرجوا عند ديورنا. عينا ما نصبروا، عينا عينا، ومرضنا في صحتنا ما بقى عندنا خاطر لحتى شي حاجه، مرضنا الاكتئاب، مرضنا نفسانيا، كنتشردوا في الشوارع، كنباتوا في الزناقي مكرفسين، كنطلبوا الناس باش ما نباتوش في الزناقي، ولكن شكون يحنن فينا؟ إخوان الأخوات المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، سلام الله عليكم، مرحبا بي عندكم من جديد، فيديو جديد. تمناو تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. خوتي، نهار على نهار كيتبين على أن مشكل عالقي سبتة ومليلية ما عندوش حل. هاد الناس كان عندهم أمل، كانوا كيتسناو هاد النهار اللي هو 10 شتنبر اللي كينتهي فيه يعني مدة ديال الحجر الصحي، كانوا كيتمناو وكينتظروا بفارغ الصبر، وكانت أخبار كتقول باللي غادي يحلوا الحدود في هذا التاريخ هذا. من بعد ما خرج يعني بلاغ آخر من الحكومة المغربية كتمدد يعني الحجر الصحي أو حالة الطوارئ حتى 10 أكتوبر، يعني شهر آخر. هاد الناس هادو نفض الصبر ديالهم، كاين بزاف منهم عندهم اتصال معايا كيقولوا باللي غادي كيفكروا باللي غادي يخرجوا بالعون بزاف، وخصوصا يعني نساء كبارات في السن عندهم امراض مزمنه كيفكروا يخرجوا بالعون لان تقاضى الصبر ديالهم. اليوم شفنا واحد المقال في هيسبريس، واحد طالبه مغربيه مدينه الناظور اللي عالقه من شهر ثلاثة، يعني خرجت غير دخلت غير تجيب الدواء للوالده ديالها وبقات حاصله تما لحد الان، دازوها امتحانات دازها كلشي، ولكن عملت واحد الفيديو نداء المسؤولين المغاربه يعني يتفكروا هاد الناس، يشوفوا فيهم بعين الرحمه، يخرجوا هاد الناس، لان كانت حلول المغاربه اخرين كانوا عالقين بجميع دول العالم، كانت حلول تمكنوا عدد يعني او تمكن عدد كبير من هاد الناس انهم يرجعوا او يخرجوا البلاد، يعني كل واحد والاقامه ديالو. ولكن هاد الناس هادو كانوا ناس كذلك اللي عندهم فيزات في سبته ومليليه المحتلتين، تمكنوا انهم يدخلوا يعني عبر اسبانيا او فرنسا ودول اخرى ويدخلوا المغرب، واخا عملوا واخا كانت يعني هاد الشروط التعزيزيه واخا هذاك، وغامروا وتكاو على نفسهم وخسروا فلوسهم ودخلوا. ولكن هاد الناس هادو كيشوفوا بلي ما عندهمش حل، يعني 6 شهور ماشي حشومه وعار، يعني كنشوفوا دول اللي كتحترم المواطنين ديالها، ولو يكون مواطن واحد يصيفطوا موراه الطياره، ولو يكونوا يعني في اقصى دول العالم غادي يمشوا موراهم ويجيبوهم، وحنا الناس ديالنا في الباب ما غاديش يحتاجوا حتى طاكسي، ما ربما يخرجوا غير على رجلهم، وباقي ما خرجوش يا اخوتي لحد الان. مهم، هاد الطالبه وسيده اخرى عملوا نداءات كيتمناو وكيطلبوا منكم انكم تبارطاجيو هاد الاصوات ديالهم باش يوصلوا للمسؤولين باللي هما ماشي مرتاحين، هاد الناس باغيين يخرجوا. او انا عندي والله العظيم رساله، راه لابد من حل لهاد النساء قبل ما يفوت الاول. انا قلتكم نساء كبارات في السن في سبته كيتصلوا بيا كيقولوا لي اولدي عثمان غادي نخرجوا بالعوم، لان حتى شي واحد ما كيفكر فيهم، حتى شي واحد ما كيهضر عليهم. كنتمنى منكم انكم تبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش تسمع الصوت ديال هاد النساء. نخليكم مع الفيديو الاول ونرجعوا اخوتي.
السلام عليكم، أنا شابة مغربية وطالبة في إحدى الجامعات المغربية، وللأسف الشديد أنا عالقة في مدينة مليليا المحتلة منذ شهر مارس الماضي، واليوم رحنا في 10 شهر 9 2020، وكما يعني كاملين عارفين أنه إحنا لازلنا عالقين. إحنا من شهر 3 وحنا كنستناو، دابا 6 شهور قربت تكمل وحنا مازالين كنستناو ومازالين صابرين وكنستناو شي قرار فجائي يعني يجي في صالحنا، انه يشوفوا من حالنا ويخرجونا من هنا. راه حنا صافي تقهرنا وعيينا وما قادرينش، عاد مازال نصبروا. وش عيب الله الناس عالقين لمدة 6 اشهر؟ وش ما كافياش؟ لماذا نحن استثنينا من يعني من فتح الحدود الاستثنائي؟ المغرب دخل يعني المغاربة كانوا عالقين في الخارج، دار رحلات استثنائية دخلوا المغرب، وكاين الناس ما قدروش يستافدوا من دوك الرحلات الاستثنائية، ولكن قد فتحت الحدود في 15 شهر 7 2020، فتحوا الحدود ودخلوا الناس وكاملين، وحنا كنستناو انه حتى حنا يتم الفرج عنا يوما ما، يعني في شي نهار شي شهر شي عام يقولوها لنا، يقولوا لنا راه في الوقت المحدد انه انتم ما غتخرجوا، ونحن اولى واحق انه ندخلوا لبلادنا حيت حنا مغاربه، وكنصدق على كلمه مغاربه. واحنا اذا كنا مغاربه فلنا حقوق وعلينا واجبات، ومن الحقوق اللي كتعطيها لنا بلادنا انه احنا خصنا نرجعوا لبلادنا. راه عيب الله، راه 6 شهور وحنا في معاناة لا تنتهي، واش ما حاسينش بينا؟ إذا كان عندكم شي لولاد حسوا بينا، راه كيما عندكم نتوما ولادكم، راه كاين النساء هنا في مليلية عندهم ولادهم في الجهة الأخرى من السياج، دوك الولاد راه دابا كاين دخول المدرسة، شكون غيعتني بيهم؟ لنفرض أنه جميع يعني المناسبات الدينية دوزوها بوحدهم، دابا راه دخول مدرسة ومع الوباء راه خاصهم عناية خاصة، دابا واش هادوك الدراري ما يقراو؟ وأنا راني طالبة جامعية، يعني كان عليا أنه ندوز الامتحانات ديالي بحالي بحال جميع الطلبة، ولكن نظرا للوضعية اللي أنا راني فيها ما قدرتش نلتحق باش ندوز امتحاناتي، وبهذا صافي راه دازوا الامتحانات. ولكن كنتمنى يعني الاطفال اللي راهم هنايا عالقين في مليليا انه يتخذوا ليهم حل فوري باش يخرجوهم، باش يلتحقوا حتى هما بالدراسة ديالهم. وهذوك النساء العالقات هنا والاطفال ديالهم في الجهة الاخرى يتلقى لهم حل باش يرجعوا للاولاد والاطفال ديالهم. وكنتمنى يا رب يكون شي حل سريع وفوري. هادشي كيما سمعتو اخوتي والله حتى مؤلم. غادي نقرا عليكم المقال نيز ديال هاد الطالبه هادي مع هيسبريس، ونسمعوا الفيديو ديال سيده اخرى كذلك. المقال كيقول العنوان مصير مغربيات عالقات يتارجح بين السباحه وانتظار قرارات سياديه. جربت هذه دنيا، هاد الطالبه كتقول اللي ضيعت الامتحانات ديالها، اللي كتقول جربت يوما أن أعبر البحر لكن شجاعتي تلاشت مع أمواج المتوسط، لم أقدر على ملامسة المياه وعدت أدراجي بقلب مكبل ومتقل بالهزائم. هي صرخة مغربية عالقة في مليلية المحتلة لقرابة 6 أشهر دون أن تتدخل سلطات بلادها لإجلائها إلى أرض الوطن. ظلت في الضفة الأخرى منذ بداية أزمة كورونا، وبعد أن خسرت دراستها ومستقبلها لم تعد الدنيا تطلب شيئا سوى لقاء والدتها المريضة. ولجأت الدنيا الطالبة في الكلية المتعددة التخصصات بالناظور ترابة مليلية المحتلة قبل يوم واحد من قرار الإغلاق الذي اتخذه المغرب في 13 مارس الماضي. لم تكن تعتقد أن القصة ستدوم لشهور وأنها ستكون شهادة على مآسي إنسانية لا تكاد تنتهي. كرهت حياتي من نهار سدوا عليا وأنا من دار لدار وباقا كنعاني. كرهت حياتي وشحال من مرة جربت ندخل البحر باش ندخل، ما يسمى كنزعمش نكمل، كنخاف نموت ونخلي مومتي تحرق. نبيت في العراء وهناك نساء يتقاسمن ساحات المدينة المحتلة مع المهاجرين الأفارقة.
المغرب تركنا لحال سبيلنا وأغلق أبوابه في وجهنا. تقول مغربية عالقة في مليليا المحتلة في حديث مع جريدة إسبريس الإلكترونية، مضيفة أن هناك 50 امرأة يعيشن حياة البؤس في ساحة طورو بلاصة طورو ولا يجدن ما يطمعن به أبناءهن، بالإضافة إلى عاملات البيوت وموظفات. هناك طالبات عالقات في الطغر المحتل لم يجتزن امتحانات الجامعة وفقدان الاتصال مع عالم الدراسة. باش غينفعني الامتحان دابا؟ الناس دوزوا الامتحانات وأنا ما دوزت لا الدورة العادية ولا الاستدراكية. تقول دنيا الطالبة العالقة في مليلية المحتلة وهي تشرح معاناتها التي تركت ندوبها في الأجساد والنفوس، وتطالب المغربيات العالقات بتشييد ممر إنساني ينقل بموجبه العالقون إلى وجهاتهم عبر معبر بن نصار الذي يفصل المغرب عن مليلية المحتلة ولا يبعد عنها سوى بكيلومترات قليلة. حلوا لنا المعابر، رحنا كنموتوا، واش الدولة ما عندها غرض بنا؟ راه الناس ولات كتباع. هنا تقول مغربية عالقة في مليلية. من جانبهن عشرات النساء المغربيات العالقات في مدينة سبتة المحتلة يعيشن مأساة حقيقية، إذ أصبح عدد منهن يعانين من التشرد ويلجأن إلى المبيت في ظروف لا إنسانية داخل مخازن البضائع التي تدخل إلى المغرب عبر بوابة الطور المحتل. ورغم أن المغرب فتح المجال حاليا أمام المواطنين المغاربة العالقين في الخارج العودة إلى بلدهم عبر رحلات جوية وبحرية انطلقت منذ 15 يوليوز الجاري، إلى أن النساء المغربيات العالقات في سبتة المحتلة ليس بمقدورهن العودة إلى المغرب لأنهن دخلناها بجواز السفر فقط ولا يتوفرن على تأشيرة شنغن للانتقال إلى مدينة ملقا لاستقلال الطائرة نحو المغرب. وما تزال عشرات المغربيات العالقات في مدينة سبتة المحتلة يتساءلن عن سبب عدم إقدام الحكومة المغربية على إعادتهن إلى المغرب بعد حوالي 6 أشهر من إغلاق الحدود البرية مع إسبانيا، في حين أن بعض العالقين عادوا إلى المغرب على متن رحلات أشرفت على تنظيمها السلطات المغربية لكنها لم تشمل الجميع. أختي المقال كان طويل شوية ودابا نسمعوا النداء الآخر. وهاد السيدات أو الطالبة، هاد الطالبة وهاد السيدة كيطلبوا منكم يعني بلسان جميع العالقين أو العالقات في سبتة ومليلية المحتلتين، كيطلبوا منكم أنكم تبارتاجيو هاد الفيديوهات ديالهم باش يوصلوا. أختي راه خليكم مع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله. الخوت عافاكم، عاونونا بالبارتاج، الله يرحم لكم بها الوالدين. أنا عالقة في مليلية، هنا النساء بزاف، ناس بزاف عالقين في مليلية وسبتة، وأنا حاليا عالقة في مليلية، وكنتمناو من سيدنا يفرجها علينا ويفتح لنا هذا الباب باش نخرجوا عند ديورنا. عينا ما نصبروا، عينا ومرضنا في صحتنا، ما بقى عندنا خاطر لحتى شي حاجة، مرضنا الاكتئاب، مرضنا نفسانيا، كنشردوا في الشوارع، كنباتوا في الزناقي مكرفسين، كنطلبوا الناس باش ما نباتوش في الزناقي، ولكن شكون يحن فينا؟ شكون يحن فينا؟ الحكومة ما بغاش تشوف من جهتنا، عينا ما نوصلوا صوتنا، عينا ما نخرجوا نغوتوا، عينا ما نهضروا، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل. حتى علاش هذا الشيء؟ حتى الامتى غيبقى هذا الشيء؟ واش الناس كتجي من اوروبا؟ واش الناس كتجي من اي دولة؟ وحنا يلي حدا الباب اللي عندنا ربع ساعة باش نكونوا في ديورنا، ما عندناش الحق نخرجوا حتى لديورنا. اشنو حنا حياتنا غتبقى هكا؟ نباتوا في الشوارع، نباتوا في الزناقي مكرفسين معذبين؟ ما فهمناش هاد الحكومة شنو بغات تدير، ما فهمناش، ما بغاش تحن في الشعب ديالها، حنا مكرفسين. عافاكم شوفوا من حالنا وحلوا لنا هاد الباب وخلينا نخرجوا بحالتنا، الله يرحم لكم بها الوالدين. راه ما طلبنا منكم حتى شي حاجة، طلبنا منكم غير تحلوا لنا نخرجوا بحالنا، اللي بغيتوها نديروها، اي حاجه بغيتوها نديروها، ولكن ما تخليوناش هكذا مكرفسين ومعذبين
ومرضنا، مرضنا نفسيا وعقليا وأي حاجة، أي حاجة جاتنا في دماغنا مرضتنا. الله يرحم ليكم بها الوالدين، الله يرحم ليكم بها الوالدين المسؤولين. لا ما شوفوا من حالنا، لا ما شوفوا من حالنا، وحلوا لنا هاد باب من ليليا، وخلينا نخرجوا في حالتنا عند والدينا وديورنا ونجمعوا مع احبابنا. راه هاد الشي عيب، هاد الشي عيب، هاد الشي عيب، راه حرام، حرام تخليونا متشردين هكا في الشوارع ومكرفسين ولا حنين لا كريم. كنتمنى من سيدنا يفرجها علينا ويشوف من حالنا احنا الناس اللي عالقين في سبتة ومليليا، يشوف من حالنا ويفتح لنا هاد الباب ويخلينا نخرجوا بحالتنا. خوتي كما سمعتوا هادشي هذا والله حتى مؤلم، هاد الناس والله حتى كيقطعوا في القلب. كما قلتكم راه الدول اللي كتحترم المواطنين ديالها راه ميخليهمش في هاد الحالة هادي، ميخليهمش هاد الوقت هادو، هاد الوقت هذا كامل. انا قلتكم راه كيمشيو طائرات خاصة يجيبوهم فين ما بغاو يكونوا، بل اكثر من ذلك هاد الناس او هاد النساء هادو راه في الباب، في الباب، غير يحلوا الباب يدخلوا، صافي عملوا الحجر الصحي ويدخلوا. ما نطولش عليكم اخوتي اكثر، هاد النساء كيطالبوا منكم البارتاج، البارتاج. انا قلتكم قبل فوات الاوان، راه كاين نساء كتفكر انها تخرج بالعوم، وماشي دائما غادي تخرج تجر سلمى اخوتي. قبل ما نوضوا نهضروا على شي كوارث، عافاكم البارتاج، ناس مسؤولين عافاكم، يعني شوفوا بعين الرحمه في وجه هاد النساء هادو. تهلاو لي فراسكم، امسيه سعيده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. البارتاج، البارتاج واللايكات.